قارين روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لقائنا للادي مع رجل يعني نجم من نجوم التابعين اللي فعلا يستحق ان احنا لابد ان احنا نلقى عليه الضوء في هذه السلسلة المباركة. وان كانت السلسلة الحقيقة مش هتاخد كم التابعين اللي كان نفسنا ان احنا نتكلم عنهم، لكن ان قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء ان شاء الله للعام المقبل، يعني نتحفكم كده ان شاء الله كل سنة ب30 تابعين ان شاء الله نتعايش معهم بقلوبنا وارواحنا. لقائنا الليلادي مع رفيع ابن مهران. يمكن كتير من الناس ما يعرفوش مين هو رفيع بن مهران، وهو المكنى بأبي العالية. هو شهرته الكنية بتاعته أبو العالية. أبو العالية علم من أعلام التابعين، وكان من أعلم التابعين بكتاب الله عز وجل، ومن أعلم التابعين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد عايزين تعرفوا قصته، تعالوا نبدأها من أولها بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي أبو العالية ولد، أو رفيع بن مهران ولد في بلاد فارس، ونشأ على أرض بلاد فارس. ولما قدر الله عز وجل أن الصحابة يطلعوا بقى في الفتوحات الإسلامية من أجل أن هم يعني يدخلوا البلاد والعباد في دين الله سبحانه وتعالى، فكان من ضمن الفتوحات الإسلامية فتوحات المسلمين في بلاد فارس، فكان عدد كبير جدا من الناس وقعوا في أسر المسلمين، وكان من ضمن السبي ومن ضمن الأسرى اللي كانوا موجودين في أيدي المسلمين رفيع بن مهران اللي هو أبو العالية. هو نفسه بيقول بقى، بيقول ان احنا لما دخل المسلمون بلاد فارس وانتصروا على الفرس كنت في من اسر في ايدي المسلمين وقعدت وسطهم. طبعا هو كان اسير، وكان في الوقت دوت ما كانش مسلم طبعا، وبدا يعني ايه يشوف اخلاق الصحابه. وطبعا انتوا عارفين بقى، يعني انا مش هتكلم عن اخلاق الصحابه، انتوا يعني مش محتاجين تعرفوا يعني اخلاق تلاميذ سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه وانك لعلى خلق عظيم بابي هو وامي نفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الناس اللي هم كانوا جايين من الفرس لما شافوا اخلاق الصحابه وشافوا قد ايه عندهم صدق ورحمه وامانه وايثار وامانه وحاجه يعني طبعا لا تخطر على قلب بشر، تاثروا جدا جدا. وزي ما بيقولوا الانسان بيتعلم من لحظ الشيخ قبل لفظه. يعني انا لما اقعد مع حد من المشايخ الكبار اتعلم من اخلاقياته وسلوكياته قبل ما اتعلم من الكلام اللي هو بيقوله. فكانوا هم شايفين اخلاقيات وسلوكيات غير عاديه مش طبيعيه، حاجه يعني في قمه الروعه، حاجه في القمه. فالمهم تاثر رفيع بن مهران ومن معه من اللي كانوا معاه من الفرس وكده بأخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل كثير منهم في دين الله، فكان من ضمن من أسلم رفيع ابن مهران. لما أسلم طبعا هو وقع طبعا إيه يعني كعبد رقيق برضه مهما كان، حتى لو كان أسلم ووقع في أيدي بعض الناس، فكان يعني وصل إن هو كان مملوكين لطائفة من المسلمين في بلاد البصرة. رفيع بن مهران بيقول بقى إن كان في بعض الناس اللي هم أسروا في أيدي المسلمين وبقوا عبيد أرقاء في أيديهم، منهم من كان يدفع الضريبة اللي بيدفعها لصاحبه يعني وكده، ومنهم من كان يعني مقابل الضريبة دي كان يقدم خدمات لسيدي. فبيقول فكنت في من يقدم خدمات لسيدي. وكان رفيع بن مهران كان ربنا قدر له ان هو يكون ملك لسيده من او امراه من بني تميم، وكانت امراه عاقله ودينه وكانت في غايه الخلق العالي يعني رحمها الله رحمه واسعه. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو طبعا طول النهار بيخدم سيدته وبيحاول انه يبذل جهد كبير، وطبعا زمايله التانيين كل واحد في بيت سيده عمال بيقدم الخدمات ليل ونهار خدمات. طبعا انت عارف عبد رقيق بيطلب منه اي حاجه فبيقوم باي خدمات يؤمر بها سيده. فكان في نفس الوقت هم محتاجين ان هم طبعا يوفروا وقت للصلاه ولقرايه القران ولذكر الله سبحانه وتعالى ولطلب العلم، فكان بيجدوا مشقه عجيبه. فهو كان متفق مع زمايله رفيع بن مهران في الاول ان هم يختموا القران كل يوم. ف
فكان بيشق عليهم، كانوا بيختموه بس كان بيشق عليهم جدا، ما كانوش بيلاقوا وقت يناموا فيه كتير، وكانوا بيتعبوا جدا من خدمة الناس اللي كانوا عندهم. فبدأ يقول لأصحابه طب ما بلاش نختمه كل يوم، طب نختمه كل يومين. برضو وجد مشقة كبيرة جدا عشان تختم القرآن كل يومين، برضو محتاج وقت كبير جدا. فقالوا طب نختمه في ثلاثة، برضو وجدوا مشقة. فلحد ما قابلوا واحد من الصحابة وشكوله المشكله دي، قالوا له احنا طول النهار في خدمه يعني اسيادنا اللي احنا موجودين عندهم، احنا عبيد ارقاء موجودين عندهم، فبنخدمهم طول النهار، وبعدين لما بنعوز نختم القران كل 3 ايام او كل يومين او كل يوم، المساله شق علينا جدا. قال لهم الايسر لكم ان انتم تختموا القران كل جمعه، كل اسبوع تختموه مره. قال فكان ذلك فيه تيسير عظيم علينا، فكنا بنختم القران كل يوم جمعه. ودي رسالة لحبيبنا المسلمين اللي هاجرين القرآن من زمان طويل، والنبي صلى الله عليه وسلم يشكون يوم القيامة وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كتاب منهج حياة قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم أبشروا فإن هذا الكتاب أو هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب والله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. رفاعة بن مهران زي ما قلنا من شوية كانت تملكه امرأة عاقلة دينة على خلق عالي جدا من بني تميم، فكان بيخدمها طول النهار، وهي كانت بتترك له وقت لان حست ان هو عنده شغف شديد جدا بطلب العلم وقراءه القران والعباده، فكانت بتحاول توفر له وقت كبير جدا برضه ان هو ايه يطلب العلم وان هو يذاكر وان هو يقرا ويصلي ويعبد ربنا. فكانت امراه عاقله ودينه وكان فيها خير كبير قوي. في يوم من الايام قدر ربنا سبحانه وتعالى الخير لرفاع بن مهران اللي هو ابو العاليه. في يوم من الايام بالتحديد كان في يوم جمعه، قال لها أنا خارج راح أصلي. قالت له راح تصلي الجمعة؟ قال لها أيوة. فين يا رفيع؟ قال لها راح أصلي في المسجد الجامع. قالت له أنا جاي معاك. طيب تفضل يا سيدتي. قال يعني أكيد هي عايزة تروح تصلي في مصلى النساء. ففوجئ بها، ودي كانت مفاجأة بالنسبة له، أن هي دخل معاه في مصلى الرجال وهي امرأة كبيرة، فاستغرب وعايز يسألها بس مكسوف يسألها أن هي سيدته مش قادر يقول لها حاجة. لحد ما استنت، لحد ما داخل طلع الإمام على المنبر وراحت يعني بصوت عالي في المسجد وأمام الناس جميعا قالت اشهدوا يا معشر المسلمين أني أعتقت غلامي هذا رغبة في ثواب الله وطمعا في عفوه ورضاه، وأنه ليس لأحد عليه من سبيل إلا سبيل المعروف. ثم نظرت إلى السماء وقالت اللهم إني أدخره عندك ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رفيع بن مهران حس بفرحة أنا ما أقدرش أوصفها لك. تخيل واحد مكتوب عليه أنه يفضل عبد رقيق عند امرأة، وإن كانت إنسانة طيبة وإنسانة فاضلة لكنه برضه في النهاية هو عبد ومطلوب منه يقوم في خدمة سيدته ليل ونهار، وفي أي وقت يطلب للخدمة لابد أن يقوم ويؤدي الخدمة، وده كان بيأثر أكيد برضه على طلبه للعلم وساعات نومه وقراءة القرآن وذكره لله. فحس بفرحة لا تخطر على قلب بشر ان ربنا يصل له واعتق من هذا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى. رفاع بن مهران وان كان اقامته كانت في البصره الا انه كان هواه وقلبه وحبه كله كان في المدينه المنوره، فكان يتردد على المدينه المنوره من اجل ان يقابل الصحابه ويتعلم على ايديهم. ربنا اكرمه اكرام غير عادي ان هو التقى بابي بكر الصديق في ايامه الاخيره وسلم عليه وصافحه وحكى له قصته وخد منه بعض النصائح الجميله، والتقى فتره كبيره بفضل الله مع امير المؤمنين عمر بن الخطاب وقرا عليه القران صلى خلف أمير المؤمنين عمر، وكان طبعا يعني يروح يسمع وكان يعني عنده شغف كبير جدا بحفظ القرآن وتعلم القرآن وتفسير القرآن، وكان عنده أيضا شغف كبير جدا بسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيسمعه في البصرة من كثير من عمالقة التابعين، لكن كان بيبحث عن علو السند، هو مش عايز بينه وبين النبي حد غير صحابي. يعني إيه؟ يعني عايز بدل ما يسمع الحديث من تابعي، التابعي ده بيقول له أنا سمعته من صحابي، هو عايز يروح يسمعه مباشرة من الصحابة اللي سمع الحديث ده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرر رفيع بن مهران ان هو يروح يقابل عدد كبير من الصحابة ويطلب على ايديهم الحديث. فقابل هناك عبد الله بن مسعود وابي بن كعب وابو ايوب الانصاري وابو هريرة وعبد الله بن عباس وغيرهم كتير وكتير وكتير،
لأنه كان عايش في فعلا في زمن الخيرية الأول اللي النبي قال عنه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكان بيقابل بقى خيار الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم وتعلم الحديث على يد هؤلاء الصحب الكرام، ولم يقتصر على أنه ياخد الحديث من الصحابة اللي قاعدين في المدينة وبس، لا ده كان كل ما يسمع عن أي صحابي مقيم في أي بلد أيا كانت، لو بعيدة لو في مصر لو في اليمن لو في أي مكان أيا كان المكان بعيد، كان بيروح ويطلب منه الحديث. وكان أول ما يروح يطلب الحديث من أي واحد سواء كان من الصحابة أو من التابعين، ربما مثلا في حديث سمعه من تابعي عن صحابي، صحابي ده مات فهو عايز يعرف الحديث ده مثلا من التابعي دوت، يبقى برضو بينه وبين النبي يعني يدوب تابعي وصحابي. فالمهم فكان يروح يسمع منه الحديث. فكان لما يروح أول حاجة يعملها، ودي كانت حاجة غريبة وجميلة جدا، أول حاجة قبل ما يطلب منه الحديث كان يروح يصلي وراه، فلو لقاه بيتقن الصلاة وبيصلي صلاة خاشعة كان يطلب منه الحديث، ولو لقاه بيصلي صلاته صلاة كده ما فيهاش خشوع ولا فيها يعني تأنه كده كان لا يطلب منه الحديث، ويقول إن كان يتهاون في صلاته فهو أشد تهاونا في غيرها، ثم يحمل عصا ويعود إلى من حيث أتى ولا يطلب منه أي شيء. وكان الحقيقة في منزلة من العلم عالية جدا جدا، لدرجة أن جميع أقرانه كانوا بيستشعروا أن هو كان ليه ما شاء الله تعليقات حتى على آيات معينة وتفسيرات معينة، وكان ليه يعني حاجات ما شاء الله فتوحات من عند ربنا سبحانه وتعالى وهو يقرأ القرآن. في يوم من الأيام أحد أصحابه شافه وهو بيتوضأ كده ولقى الطهارة ما شاء الله بتتألق كده ومنور على كل عضو من أعضاء جسمه، فبصلوا كده فقال لهم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال يا أخي ليس المتطهرون الذين يتطهرون بالماء من الدرن الوساخة يعني، وإنما هم الذين يتطهرون بالتقوى من الذنوب، هم دول المتطهرين. مش مجرد غسيل الأعضاء بالمية هي دي الطهارة، الطهارة المعنوية الحقيقية هي أن أنت تتطهر بالتقوى وإن أنت تخشى ربنا وتخاف ربنا وتتطهر من الذنوب والمعاصي وتتقرب إلى الله بفعل الطاعات، هي دي الطهارة الحقيقية. وكان دايما يحض الناس على طلب العلم، لأن العلم فعلا كما قال علي بن أبي طالب العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. فكان يقول روضوا أنفسكم على طلب العلم وأكثروا من السؤال عنه، وعلموا أن العلم لا يخفض جناحيه لمستحي ولا لمستكبر، لأن المستحي يستحي أن يسأل فلا يتعلم، والمستكبر يتعالى أن يسأل فلا يتعلم. فقال فإن العلم لا يخفض جناحيه لمستحي ولا مستكبر. وكان ينصح طلاب العلم بنصائح جميلة جدا، وكان من ضمن النصائح الجميلة نصيحة قالها لهم، فوصل الكلام للحسن البصري، تعالوا نشوف تعليقه كان عامل ازاي. في يوم من الأيام بيقول للطلبة بتوعه تعلموا القرآن فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، وإياكم هذه الأهواء البدع ابعدوا عنها فإنها توقع بينكم العداوة والبغضاء، ولا تحيدوا عن الأمر الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنقلوا ذلك الكلام إلى الحسن البصري فقال لقد نصحكم أبو العالية وصدقكم والله. ودي كانت كلمة جميلة وتزكية جميلة من الحسن البصري اللي كانت أم في الرضاعة أم سلمة اللي هي أم المؤمنين، وإحنا قلنا في حلقات قبل كده أن أم سلمة هي يعني رضعت الحسن البصري، لأن كان المولاة بتاعتها الخادمة بتاعتها كانت أم إيه؟ كانت أم الحسن البصري، فكانت أحيانا تروح تقضي لها شوية حاجات وكده فكانت تتركه، فكان لما يبكي كانت أم سلمة رضي الله عنها رضاها تقوم وثديها وترضعه، فكانت أمه من ناحيتين، أمه لأن هي أم المؤمنين كلهم وأمه لأن هي أرضعته يعني كثيرا رضي الله عنها وأرضاها. تعالوا نكمل سيرة رفيع ابن مهران، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. هم كالملائك في السماء مطهرين، ملائك في السماء مطهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله السلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، رجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نكمل سيرة رفيع ابن مهران أبو العالية رحمه الله رحمة واسعة. كان بيرسم لطلاب العلم المنهج الجميل البسيط الميسر لحفظ القرآن، فكان يقول تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات فإنه أيسر على أذهانكم وأقوى على أفهامكم. إن أنت ما تفرحش إن أنت تحفظ كل يوم ربع أو ربعين وبعد كده
تنساه بسهولة، بالعكس احفظ كل يوم ولو 5 آيات واقرأ تفسيرهم وشوف أسباب النزول وافهم الآيات دي وعيش معاها وصلي بها قيام الليل وصلي بها السنن والنوافل، بفضل الله تثبت وتكون أقرب إلى الفهم والحفظ والعمل بفضل الله سبحانه وتعالى. كان أبو العالية ما كانش يا جماعة مجرد فقط رجل عالم عامل عابد لله سبحانه وتعالى، بل كان مجاهدا في سبيل الله وكان يحب الجهاد بشكل لا يخطر على قلب بشر، فكان يقضي وقت كبير جدا من حياته في ميادين الجهاد مع المجاهدين أو مرابطا على الثغور مع يعني ثغور الأعداء مع المرابطين. فحارب الروم في بلاد الشام وحارب الفرس في بلاد ما وراء النهر، ولم يتأخر أبدا عن أي فتح من الفتحات الإسلامية. ولما نشب القتال اللي حدث بين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وبين سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه، والصحابة جماعة احنا دايما بنقول كده منهجنا في هذا الخلاف الذي وقع بين سيدنا معاوية بين سيدنا علي أنهم تأولوا المسألة، وكل منهم كان يريد الحق، وإن كان الحق كان في صف علي بن أبي طالب وهذا ما ندين الله به، لكن في النهاية أيضا يعذر سيدنا معاوية لأنه كان صحابيا جليلا فاضلا زكاه النبي صلى الله عليه وسلم. فأوعى حد في يوم من الأيام يقول كلمة يعني عياذا بالله في حق أي واحد من الصحابة. الصحابة كلهم بلا استثناء عدول عدلهم الله عز وجل وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاهم، وكفاية قول المولى عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفاية قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، والمخاطبون بها أولا هم الصحابة، وقول المولى عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالمخاطب بها أولا الصحابة، وكفاية يعني حاجات كثيرة جدا جدا وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى تدل على أن هؤلاء هم خير جيل طلعت عليه الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين. لما حدث القتال بين علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان، كان يعني ساعتها أبو العلية بيقول كنت في ذلك الوقت شابا، وكان الجهاد أحب إلي من الماء البارد في اليوم القائد في اليوم الحر جدا. بيقول فلما خرجت في معركة صفين فوجدت جيشين، يعني لما تبص اليوم ما تجيبش نهايتهم، عدد كبير جدا جدا كأنهم جبلين يعني عياذا بالله بيقتربوا من بعض. فكان إذا كبر هؤلاء كبر هؤلاء، وإذا هلل هؤلاء. فقال فقلت في نفسي أي الفريقين أعده كافرا فأقاتله، وأي الفريقين أعده مؤمنا فأقاتل معها. ثم بعد ذلك قال والله ما لي هدف في الجهاد أو في القتال ما بين مسلمين. ثم تركهما وعاد إلى أدراجه سالما غانما، لأنه لم يدخل في هذه الفتنة الكبيرة، والحمد لله الذي عافاه من هذه الفتنة الكبيرة. كان حزين جدا جدا، كان بيقعد أوقات كثيرة جدا يقعد يفكر إن هو كان نفسه كان بيتمنى إن هو يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو شاف أبو بكر قبل أن يموت. يعني لو كان عجل قبلها أقول بـ2-3 مثلا كان ممكن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولو حتى في أيامه الأخيرة. فكان بيتمنى يشوف النبي ولو لحظة، ومتعرفين شرط الصحابة أنه يلقى النبي ويؤمن ويموت على ذلك، فهو كان مؤمن، فلو شاف النبي ولو للحظة واحدة ومات على ذلك لكان صحابيا، وكانت تبقى مرتبة عالية جدا جدا أنه يبقى من أصحاب سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فعشان كده هو كان حزين جدا، لكن كان بيعوض ذلك بالتقرب إلى كرام الصحابة، فكان يعني يؤثر رؤيتهم في كل وقت ويروح لهم على طول المدينة، وكل ما يسمع عن الصحابة في أي مكان كان يروح ويزور ويتعلم على أيديه، وكان يعني كان قلبه مليان شغف بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن في يوم من الأيام حصل موقف عجيب جدا بينه وبين سيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله، اللي لما دخل النبي المدينة قامت أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك وذهبت إلى النبي وقالت له يا رسول الله إنه ما من أحد من الأنصار إلا وقد أتحفك بهدية إلا أنا، فإني أقدم لك أنسا ليكون لك خادما. فقابل النبي ذلك فقالت ادعو الله لأنس يا رسول الله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أطل عمره وكث وأكثر ولده وماله، يقول أنس بن مالك فطال والله عمري، يعني طال يعني عمري ما شاء الله، عدى سيدنا أنس فضل عايش لحد عهد الحجاج بن يوسف الثقفي، فبيقول فطال عمري وكثر مالي وكثر ولدي، حتى أن ابنتي عائشة أخبرتني أني دفنت من ولدي من صلبي حتى مقدم الحجاج أكثر من 100 ولد،
ده اللي ماتوا غير اللي عايشين يعني كده على ايامهم. طبعا ما كانش في حسنين ومحمدين ولا لقبة الحزام ولا يجيبوا واحده بقى شايل عيل هنا وعيلين هنا وثلاثه هنا وبيخبطوا ويكسروا الازاز وفي الاخر يقول لها مش قلنا لك يا شلبيه تروح الوحده الصحيه. طبعا ما كانش في الكلام ده على ايامهم. فبيقول دفنتم من صلبي حتى مقدم الحجاج اكثر من 100 ولد. فانس بن مالك في يوم من الايام قابل رفاعه بن مهران اللي هو ابو العاليه فاعطاه تفاحه. مسك التفاحه بايديه وراح ايه مداله. فاول ما اداها له خدها ابو العاليه واخذ يقبلها ويحطها على قلبه ويبكي وفرحان جدا. فيقول له فقال تفاحه مستها يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول التفاحه دي اللي ادهاني مين؟ انس بن مالك. ايديه مسكت ايدين النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول تفاحه مستها يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ليه موقف تاني جميل جدا مع حبر الامه وترجمان القران عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ان في يوم من الايام راح يزوره رفيع بن مهران اللي هو ابو العاليه. فلما زاره كان ساعتها ابن عباس كان بيتولى اماره البصره من قبل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فلما دخل عليه ابو العاليه رحب به ابن عباس وخدوا وقعدوا جنبه ورحب به وهش له وبش. فكان في مجموعه من طائفه كبيره جدا من ساده قريش كانوا قاعدين عند ابن عباس رضي الله عنهما. فتعجبوا يعني ابو العاليه ده مهما كان مولى من الموالي، والعبد اذا اعتق يسمى مولى، فكان مولى من الموالي. ايه اللي يخلي ابن عباس يعني يقربه للدرجه دي ويقعدوا جنبه ويكرموا الاكرام ده كله؟ فحس ان هم بيتغمزوا كده سيدنا ابن عباس ففهمها. فقال لهم ان العلم يزيد الشريف شرفا ويرفع قدر اهله بين الناس ويجلس المماليك بين الملوك او على اسره الملوك. فعايز اقول لهم ان العلم بيرفع قدر صاحبه. يعني الانسان قد يكون علمه قد يكون علمه قليل جدا وعنده مال كثير جدا فلا يقبه له، وقد يكون عنده علم كثير جدا وليس عنده اي مال وله قدر عظيم. وياما سمعنا في سير هؤلاء التابعين اناس فقراء جدا جدا ولكن عندهم علم، وكان الملوك يتمنوا ان هم يقعدوا يجالسوهم او يقعدوا جنبهم، وكان الملك او الامير المؤمنين يبعث له يقول له تعال إلينا حتى ننتفع بعلمك. يقول له العلم لا يأتي إليكم بل أنتم تأتون إليه. يعني شوف وصل درجة إيه إن بيقول لأمير المؤمنين أنا ما جيلكش، العلم لا يأتي إليكم وحديث الرسول لا يأتي إليكم، وإنما أنتم الذين تأتون لتطلبوا العلم وتطلبوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي سنة من السنين عزم أبو العالية على الجهاد في سبيل الله وأعد الأمر وتمنى أن ربنا يرزقه الشهادة، لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، و يعني يشفع في 70 إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة. فتمنى أبو العالية أنه ينال الشهادة، ولكن وهو في طريقه عشان يجاهد في سبيل الله أصابه وجع شديد جدا وألم شديد في ساقه. فذهبوا به إلى الطبيب فقال إنه قد حل بساقك مرض الآكلة. الآكلة ده هو بلغة العصر يا جماعة مرض الغرغرينة. ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين قولوا آمين. مرض الغرغرينة، فلا بد من قطع الرجل من الساق. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له نسقيك كأسا من المرقد حاجة كده تذهب عقلك عشان ما تحسش بألم القطع. قال لا والله. قال له يعني طب نعمل معك إيه؟ قال أدعوكم إلى ما هو خير من ذلك. قال له ما هو؟ قال ائتني بقارئ جيد لكتاب الله، واحد بيقرأ القرآن قراءة جيدة، ويعني خليه يقف جنبي وخليه يقرأ القرآن ويسمعني. فإذا رأيتم عيني، خدوا بالكم بقى، إذ لما تلاقي وش أحمر وعينيا كده حدقت في السماء، في اللحظة ديت أعرف إن أنا مش هحس بألم القطع وقطع رجلي في الوقت ده، مش هحس بفضل الله. وبالفعل بدأ القارئ يقرأ عليه القرآن لحد ما وش أحمر وعينيه شخصت كده في السماء، فبدأوا في قطع رجليه فأغشي عليه. فلما أفاق قال له الطبيب أما شعرت بألم القطع؟ قال لا والله شغلتني حلاوة ما سمعته من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم أمسك رجله وقال اللهم لك الحمد، والله لئن سألتني يوم القيامة هل مشيت على رجلك هذه منذ 40 سنة إلى معصية لأقولن والله ما مشيت بها إلى معصية وإني لصادق إن شاء الله تعالى.
ده بيفكرنا طبعا بقصة عروة بن الزبير اللي مر عليه نفس القصة وقالوا له نسقيك كأسا من المرقد عشان نقطع رجليك، قال لا ولكن انتظروا حتى إذا ما دخلت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي فلن أشعر إن شاء الله وأقطع رجلي، وأنت عارفين بقية القصة. قدر ربنا سبحانه وتعالى أن رفيع بن مهران اللي هو أبو العالية خلاص حس بأن أيامه قربت، فأعد لنفسه كفنا، وكان أحيانا يعني يلبس الكفن كل شهر ولو مرة، كان يلبس الكفن ويجهز نفسه، وكان كتب الوصية بتاعته 17 مرة، وكل شوية يحس أنه هيموت مثلا بعد شهر فيكتب الوصية بتاعته، فبعد شهر لو استجدت عنده نعمة أو ذهبت من عنده أي شيء فكان يجدد الوصية، حاجات يشتبه حاجات يأيدها، حتى ما كتب آخر وصية وفي سنة 93 هجرية في شهر شوال مضى أبو العالية للقاء ربه سبحانه وتعالى نقي النفس طاهر الفؤاد، كان يتمنى الشهادة في سبيل الله، يعني والله بجد يعني حاجة فعلا تسلق الصدر. شوف لما تتأمل بقى قصة أبو العالية من يوم ما كان في بلاد الفرس رجلا كافرا مجوسيا لا يعرف شيئا عن دين الله، وربنا يقدر شفت أديه حركة المسلمين وجهاد المسلمين وبذل المسلمين لنشر دين رب العالمين سبحانه وتعالى، يروح بلاد الفرس ويؤسر ويأتي عبدا رقيقا، وربنا يقدر يروح لامرأة فاضلة فيخدمها فتشوف طاعته وحرصه على طلب العلم وعلى يعني حفظ القرآن فتوهبه لله سبحانه وتعالى وتعتق رغبته وهو يعني يسلك طريقه في طلب العلم لحد ما يكون علم من أعلام التابعين ومن أعلم التابعين بكتاب الله ومن أعلم التابعين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي هدية يا جماعة لينا كلنا إن إحنا نتعلم إن الإنسان ما ينفعش يعيش لنفسه ولشهواته ولدنيته، الأصل في الإنسان إن هو عايش لله، الأصل إن أنت كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي نفس الوقت مش أنت بس اللي تعبد ولازم تعبد الناس من حواليك لله، كنتم خير أمة أخرجت للناس فلابد أن تدعو. ولذلك قال جل وعلا على لسان حبيبي صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيلي، آمرا رسوله أن يقول ذلك كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يقول الإمام ابن القيم فإن كنت من أتباع النبي حقا فلابد أن تدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفحة خلصت لكن في صفحات كتيرة لسه نلتقي معها مع أعلام التابعين ومع روائع التابعين. يعني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام